اوكي طيب، بسم الله وباسم الوطن العزيز وباسم شعبنا الأبل، نبدأ ندوتنا الليلة بعنوان الهوية النوبية بين رؤية المستعمر والواقع الوطني. الغرض من الندوة هو يعني التباحث والتفاكر يعني حول القضية بتاعت الهوية النوبية، انطلاقا من مبدأ أنه المستعمر بكافة أدواته نجح في أنه يخلق هوية نوبية مشوهة، ممكن نقول عليها أنها مشوهة على أرض الواقع. ونحن الآن في أمس الحاجة في أنه نصحح ونعدل ما شوهه المستعمر. الأهمية بتاعته يعني تكمن في عدة حاجات. الأولى بأنه يعني الإقرار بأنه المنهج اللي اتبعه المستعمر في تأطير وتشكيل الهوية النوبية والهوية السودانية بصورة عامة يعني ما كان رؤية ما كان منهج سليم، ما كان منهج يعني منصف وعادل للمكونات الثقافية والإثنية والعرقية في السودان. إما يعني نتيجة للغرض أو نتيجة للاستخدام الخاطئ للمعلومات المتاحة أو الحكم على الأشياء بمعلومات غير كافية. المنطلقة الثانية أنه السودان الآن يعني يمر بفترة حرجة جدا جدا من تاريخه، ونحن يعني في مصطلح ساد في السودان لفترة طويلة اللي هي أزمة الهوية. أزمة الهوية دي الناس يعني ما تعاملوا معها بالجدية الكافية لغاية ما وصلنا مع أنه إحنا بقينا يعني على الشفا، أو دخلنا أوريدي المرحلة بتاعت الحرب والقتل على الهوية في السودان. دي كانت مسألة شائعة. إحنا في حاجة لأنه نأطر لهوية ممكن يعني تجمع كل الشتات بتاعنا دي، والهوية النوبية كلها من الهويات المؤهلة لأنها يعني تكون إطار الناس اتفقوا عليه ويكون مخرج للأزمة اللي إحنا عايشينها. يعني ده المنطلقين ممكن الناس تضيف عليهم وعلى ضوء نشوف إحنا يعني النقد المناسب للمنهج بتاع المستعمر، ونشوف الأدوات اللي إحنا ممكن نستخدمها شنو، لأنه نؤطر لهوية أو الهوية النوبية باعتبارها تكون هي المخرج لما نعيشه من أزمات. وده المدخل اللي اقترحه أنا للحوار، نشوف رأي الأخوة شنو، هذا المجال الأخ عمر نشوف ممكن مدخل يقول شنو. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير وعيد نور سعيد عليكم. وانا اتمنى دائما ان البلد تكون في احسن الاحوال يعني. وافتكر طرحت موضوع عظيم ومن المواضيع الهامه جدا. انا افتكر انه احنا الان في امس الحاجه انه نلقي الضوء على اخطر القضايا الان. يعني نحن في لحظة تاريخية خطيرة، البلد بتتشظى والبلد بتتفكك يعني. وملاحظ انه تفكك البلد الان تكاد تكون الروح الجمعية لمحاولة استنهاض همة البلد للدفاع عنها تكاد تكون معدومة. وانا افتكر انه القضيه المحوريه في الموضوع ده انه الهويه اللي هو التشوه التام للمستعمر
الهوية الموجودة الآن واللي بتمثل البلد يعني، وبتلقى المناطق ذات الأصالة وذات البعد التاريخي الأصيل هي في قمة يعني قوتها واندفاع في الدفاع عن وجودها وعن أرضها. فالقضية بتاعت الموضوع الأساسي اللي هو الدور الاستعمار الخطير في تشويه الهوية دي، أنا أفتكر ده عمل تم بدقة لفترات طويلة الأمد ممتد منذ بدأ ظهرت للوجود، وبدأ علماء الآثار في كتابة الآثار ومحورت الحضارة على وادي النيل في مركزها حول مصر الفرعون. ولما جاء الانتقال، لما اجتهدت بالذات بعد الإغراق وظهرت البعث لإنقاذ النوبة، ظهر آدمز في كتابه، ومركز القضية النوبية مركز جغرافي يعني، تكلم عن يعني حكى حكاية النوبة بشكل ممركز، مركزها حول المناطق الجغرافية اللي هي جنوب مصر وشمال الصومال. وانا افتكر دي برضه من القضايا الخطيره جدا، اللي هو انه يعني كل علماء الاثار، لانه ما عندهم علاقه بالبلد، وهم بيجوا محل ما موجود الاثار ويكتبوا وينقبوا ويقوى ويبحثوا، ما في نظره شامله كامله لطبيعه البلد ولطبيعه الحياه. ولانه ايضا المسوحات الاثريه كانت متمركزه حول مناطق جغرافيه بعينها، وده انا بفتكر شكل حاجز كبير جدا في تنفيذ الروح الوطنيه او الروح او الهويه النوبيه وتمددها في على مساحه القطر كله. وافتكر من اخطر القضايا اللي تم يعني حقن القيم النوبيه بها، واللي هو مركزة القضية، المركز الجغرافي. أنا أفتكر دي قضية خطيرة جدا جدا، يعني كأنه الآن نحن النوبة عندنا المنطقة الواقعة من الدبة لحد أسوان، وشيل عليها المناطق النوبية بدون ما تنظر إنه القيم والحضارة النوبية المتأصلة في كل بقاع السودان الموجودة والممتدة. يعني ملاحظ انه اي خواجه دخل السودان بعد الحكم الاستعماري لجأ طوال، يعني نلقى باك مايكل مشى كتب كتابين عن انساب العرب في السودان. انا ما عندي اشكال، انا ممكن اكون يعني عربي اللسان، لكن ده ليس بالضروره انه انا وعربي اللسان ومسلم ونوبي، أو يكون عنده ديانة أخرى، أو يكون متحدث رغم أنه اللغة هي ناقل أساسي للحضارة، لكن لأنه نحن حضارة أوسع من موضوع اللغة وواسعة بتمثل كل القيم الاجتماعية الموجودة على مساحة السودان. ماك مايكل كواحد من الباحثين الكبار كتب كتابين كبار حول أنساب العرب في السودان، والغريبة أنه الكتابين يشير على عدم موثوقية الوثائق دي نفسها. في الكتابين نفسه، في مقدمة الكتابين بيشير لعدم موثوقيتها، ما في إشكال إنه يعني أي إنسان، لكن الملاحظ إنه تم التمسك بها. قامت كل المناهج بما فيها كلية أردن بما فيها المناهج التاريخية، ووجهت توجيه بعينه يعني. وكنت بقرأ في كتاب قبل أيام، اللي هو الكتاب بتاع ريتشارد هيل في تخوم العالم الإسلامي، الكتاب الجزء الثاني هو كتابين. الكاتب بيؤرخ لفترة من ألف في فترة ما بين 1821 لحد 37. الدكتور بيتكلم عن كل القبائل السودانية باعتبار إنه هؤلاء نوبيين، الكل نوبي، الكل الموجود في السودان ده النوبيين. هو بيتكلم عن المناطق في النيل الابيض ويذكر انه الشعب النوبي، ويتكلم عن المناطق في كسلا وبيقول ديل الشعب النوبي،
وممكن اي زول عنده الكتاب ده يراجع الجي سي او ويلقى الكلام ده موجود. تم مركزتنا وللاسف الشديد وده ما ننبه له ولخطورته انه يا اخي القيم والحضاره النوبيه برغم وجود المتحدثين بهذه اللغه الموجودين على مساحات واسعه ممتده في شمال السودان وممكن يكون ارتكزت عليهم موضوع اللغه، لكن التمدد الحضاري النوبي ده متسع يسع كل السودان، وده ما مفترض يعني نحن نشتغل انه كيف نواجه. يعني انا يعني افتكر من الحاجات من القضايا المهمه المفترض نتداولها مع بعضنا ونحاول نوجد لانه كيف نعالج القضيه دي، القضيه الكليه دي. يعني نحن الاطار المفترض نتحرك هو يعني اكبر من اطار اللغه. اطار اللغه ده اطار مهم لانه اللغه هو حامل اساسي ونحن بنشتغل عليها كحامل اساسي للمضامين الحضاريه، لكن استراتيجياتنا شنو لمواجهه التغييب ومحاوله طمس الهويه الحضاريه للسودان. هي ليست القضيه فقط هي في محور القضايا، لانه انا افتكر نحن محتاجين ناسس للحاجه يكون عندنا نهج استراتيجي في مواجهه المساله، لانه القصه دي وجهت لها كتب ووجهت لها دراسات ووجهت لها طاقات كبيره جدا عشان تشكل الواقع المتشظي الان. ودي مساله محتاجه منا لجهد كبير انه نعيد التفكير انه نحن كيف نقدر نواجه الواقع ده ومن ياط منطلقات نقدر نتناول قضيتنا الاساسيه قضيه الهويه النوبيه. انا اكتفي بهذا القدر وبترك لاخوي محمد خضر خليل. نونتوت نونتوت شكرا جزيلا عمر. عمر كيف الحال؟ طيب اول حاجه كل سنه وانتم طيبين بهذه المناسبه، وانا سعيد جدا انه ما نلاقيكم في هذا اليوم وكوكبه جميله ونتفاكر في موضوع الهويه اللي هو العنوان، يعني التايتل ذاته بس نازل عن الحراك مو بكثير، التايتل ذاته ما متبين عليه. وافتكر النقاط اللي اثرتوها وخاصه ما اثار اخونا عمر هي من النقاط الأساسية اللي مفروض أصلاً تبدأ بها الحراك. أنا غاتو جهزت لي سلايز، أنا شوية كده بحاول أنضبط عشان ما أضيق الزمن عليكم، بحاول أخذ لي حاجة بس وأحاول أخش على على القضية بشكل أنت عارف مرات العقل الهندسي ده عنده مزايا وعنده حاجات كعبة إنه بغيرنا في حته كده بتاعت هنا. فاذا انت شايفين السلايدز ولا لا؟ شايفيننا طبعا. طيب انا التزمت بالعنوان بتاعكم ودارين نخش الدافوري كده والله يستر. طيب الهويه النوبيه ما بين الرؤيه الاستعماريه والحقيقه الوطنيه، ونحاول نشوف. انا طبعا يا عمر بتفق معاك 100%، لكن كده قبل ما نعمل اي شيء احنا اول حاجه كده نعرف الاستعمار ده ونحاول نفكفك ذاته ونفكفك الحاجات اللي عملها. فانا بديت بالمدخل ده اول شيء. طبعا الاشكال في الثقافه النوبيه او السودان او احنا الدوله اللي احنا ما عارفينها ذاتها حتصير لشنو، لانها هي ذاتها اندر كولونايزيشن، عمليه الاستعمار هي مستمره. للاسف كنا متخيلين انها انتهت في 56 لكن يبدو انها هي مستمره. فكده اول حاجه الاستعمار هو يعني هو طبعا زي ما انتم عارفين، يعني انا جبتها من واحده من المراجع بفتكر الامبرياليه والثقافه او ادوارد سعيد او اي واحد من الناس الكبار نظروا استعمار هو نظام هيمنه يفرض على مجتمع معين، مجتمع معين بيخش عليه نظام هيمنه من قوى اعلى غالبا هي خارجيه يعني ما بيكون من الداخل، وبعدين هي بتجي عشان تعمل حاجات اساسيه بتقوم تستغل الموارد البشريه البشر ذاتهم تصنفهم. عشان كده انا اسمعك مايكل وغيرهم يا عمر كاجابه للهنا، وده حاجه اسمها المعمل الاستعماري. لما نيجي استعمار هو بيبتدي اول حاجه يفكفك الناس ذاته ويعيد تعريفهم لنفسهم وتعريفهم للاخرين.
فاولها بيجي يستغل الموارد البشريه يعرفها، بعد ذاك بيستفيد منهم يودوهم الصخره يوديهم، بعد ذاك الموارد الطبيعيه، الموارد الثقافيه، للاسف التاريخيه الاثاريه، زي ما الليله مشينا وشفنا انه كميه الاثار التي نهبت من بلادنا وكميه الحاجه مخيفه، وده وبعد ذاك المناخيه المستعمرات. بعد ذاك يعني ده بيتجلى في انه نحن بيكون عندنا هيمنه بتاع الدوله مسيطره علينا اقتصاديا ثقافيا سياسيا، وهي بنسميها الشعوب المستعمره ونحن شعوب مستعمره. وطبعا بيكون في هيمنه ثقافيه، بيكون في فرض للثقافه او اللغه معينه، دين معين الكاثوليكيه الغير وغيره بالدوله المستعمره دي، وبعد ذاك سكانها الاصليين انت تقول تفرض الحاجه دي. بعدها بتجي للمشكلة بتاع التضعضع الهوية للمستعمرين، المستعمرين الناس اللي وقع عليهم الاستعمار بيبتدوا يعانوا من المشكلة بتاعة الهوية، تآكل الهوية المحلية الثقافية حسب توجهات الهيمنة الثقافية بتاعة المستعمر. بعدها طبعا ديفينتلي بيكون في تدخل للموضوع بتاع المستوى الإقليمي، دار تزيد الرقعة بتاعتها، يعني في شعوب إلى الآن تبعت ونفيت منها زي ما سن لاتين امريكا غيره، نفيوا تماما كشعوب وعاد تعريفهم ثاني، والان النازل هم يعني يعرفوا عليهم هيسبانيك، هيسبانيك بيبول يعني بيتكلموا ذات لغه ثانيه وهم تابعين لاسبانيا. فعداك طبعا الاستنزاف بتاع الاقتصاد الموارد غيره حتى البشر، التلاعب بالحدود المسميات الوطنيه، يعيدوا تعريفك ذاته، اسمك ذاته، انت منو، شعبك يسموه لك منو. يعني البلاد كان اسمها بلاد النوبة زي ما انتم شايفين في الخرائط، الآن اسمها بلاد السودان، ونحن كان عندنا هوية محددة ومعروفة وكنا شعوب معروفة، والآن أصبحنا بلا شعوب. أنا أكد الكلام اللي قاله أخونا عمر في كتاب جميل جدا ليوسف فضل، أنا دار أجيب بس يعني أقول شنو، يعني أستدل ب بكاتب وطني يوسف فضل، قال في الكتاب بتاعه تقريبا ذا عربس اند السودان، من الكتب اللي ما ترجمت وللاسف يعني السودانيين حرموا من الكتاب ده، وقال انه في واحده من الروايه انه واحد من الرحاله العرب، ما اعتقد انه هو ابن سليم او ابن حوغل، واحد منهم، فقام بيقول انه بيعرف الشعوب الجنوب مصر دي او الجنوب اسوان دي كلها تخوم انهم ذا نوبيانز، انه كلمه كلها هم النوبيين. وطبعا ده كان تعريف السودان والخرائط القديمه كلها بتشير لانه البلاد دي كان اسمها بلاد النوبه، والمسمى بتاع النوبه زي ما هنشوف كيف الاستعمار تلاعب بهذا المسمى وحاولوا يقسموا ويشزئوا ويعيد تخراجه على حسب رؤيته هو. طيب نحن طبعا لا مناص انه نبدا من الاستعمارات الاولى للسودان القديم، وهي بدات بالاستعمار العربي. طبعا العرب جو مع بدايه الفتوحات الاسلاميه، طبعا احنا نفصل تماما ما بينهما هو ديني اسلامي وما بينه هو سياسي نفوذي استعماري. كانت بلاد النوبة عندها موقع استراتيجي جنوب مصر، مصر واحد من الأمصار المهمة في الخارطة الإسلامية القديمة، وعندها ثروات، عندها جنود كده، عندها حاجات كثيرة. فجاتنا الهجمات وحاولوا استعمار البلاد دي، وطبعا كانت في حروب وخرات، والحقائق هنا ما مضبوطة، الناس بيقولوا اتفاقية البغداد، الناس بيقولوا في أكثر من 20 اتفاقية لم تضبط هذه الحقائق إلى الآن. لكن إذا سلمنا إنه في حاجة اسمها اتفاقية البغض، اتفاقية البغض بالنصوص اللي هي بتقول بتأكد الحقيقة إنه كانت في تجارة رغيق تذهب إلى من النوبة إلى المستعمرين العرب والمسلمين. وللأسف ارتبط مصطلح النوبة في التاريخ الإسلامي بعملية تجارة الرغيق، وده حقيقة. يعني كان في مراكز معينة في الدول دي، الخسطاط في دمشق، في شمال الحجاز جنب الأردن، في جنوب الحجاز في بغداد، وكانت
بتاخذ من افارقه كتار. العنصر الاسود كان هو العنصر الذي وقع عليه عبء الاستعمار، وارتبط الاستعمار كمان النوبيين يعني، واشهر النوبيين الذين سرقوا بعد ذاك ناضلوا عشان يبقوا لين مكانه، يمكن في العهد المملوكي كافور الاخشيري. كافور الاخشيري هو نوبي من السودان، والناس بيقولوا انه هو من منطقه يعني اغلب الظنون انه هو من دنقله، وطبعا ده الوقع عليه والذم الكبير بتاع المتنبي في قصيدته العنصريه يعني المشهوره اللي ما في داعي لذكرها. لكن هو في القرن العاشر وصل لمرتبه انه يكون حاكم مصر، وهذه كانت اكسبشنال لانه هو عنده مقدرات حائله. طيب الرقيق، الرقيق وتجاره الرقيق طبعا كانت تجاره مذله جدا، وغير انها مذله الشعوب في الفتره دي كان بيفقدوا حاجتين، بيفقدوا العنصر القوي الشباب الفتوه، يعني لما تيجي دوله مستعمره تقوم تركز انها هي تشيل شعبك تتاجر به في الرقيق او تشيله كرقيق، بيشيلوا الجنود بتاعنك والناس اللي ممكن يبنوا الدوله وممكن يعملوا تاسيس يعني العناصر القويه، وبيشيلوا النساء تبع العنصر بتاع التكاثر. فانت بيحصل لك حاجتين، والحقيقه بتقل البوبيليشن بتاعتك، وثانيا انت بتضعف لانه الناس اللي بيبنوا الدوله، فبالتالي انت بيحصل لك مع الزمن اضمحلال، وده ما حصل لي مع طول الوقت الاستعمار لحد ما نهش وقام سقط الدنقله ليتر بعد يعني حقبه ما. وبعد سقوط دنقله انا اعتقد ده التاريخ يعني 1305 1321 تقريبا، يا 1321 القرن، بدايه القرن الرابع عشر او في بداياته دي، نحن ممكن تكون شكلت يعني زي ما تقول نقطه بتاع بريك داون، نقطه تغيير لبلاد النوبه، والنقطه دي بدات فيها تغيير تشكيل نحن نتعامل مع الواقع الجديد، انه في تشكيل لهويه جديده ماشيه في بلاد السودان، هي الهويه العربيه وفي انساب عربيه، وخاصه بعد ذاك تضعضعت المملكه الجنوبيه نفسها صوبا الى ان وصلت مرحله هي ذات سقطت. وحسب تفسير الاخوه يعني في تكر عمر واستاذ جمعه وغير يعني في نقاشات سابقه، هم بيعتقدوا انه التضعضع بتاع صوبا كان من عوامل داخليه ومجموعات داخليه يعني ما مجموعات خارجيه. فأيا كانت الأسباب نحن وصلنا للاستعمار الأول، عمل نهش في الهوية النوبية، فتحنا لموضوع تجارة الرقيق يعني تم استرقاق عدد هائل من النوبيين، وفي بعض المراجع المضبوطة بتقول إنه في بعض الغزوات بيتم يعني في الغزوات لما يخشوا لحد يدخلوا مثلا دنقلة او اسوان او غيره يقوم ياخذوا مجموعه كبيره من النساء ومجموعه كبيره من الرجال، الى ان في واحده من المراجع كتبوا في 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 الفسطاط، والفسطاط ده كان من أسوأ مراكز تجاره الرغيف، مدينه الفسطاط اللي هي القاهره حاليا، قال وصل سعر الامن النوبيه حلقه راس جندي مسلم، أما اعتقد دي في الفتره بتاعت الايوبيين. و ده الاستعمار الاول، الاستعمار الغربي. الاستعمار الغربي العنوان تحريف وطمس الهويه. الاستعمار الغربي بدا للسودان المعاصر في القرن التاسع عشر، يعني احنا ممكن نقول اذا خدتنا الاستعمار الغربي اللي هو دخول محمد علي، لا محمد علي نفسه هو ما كان تابع للاتراك، هو كان حكومه independent، هو ما أخذ التايتل التركي لكن هو شغله كله مع الأوروبيين، يعني تكنيكلي أو يعني تقنيا كده مع دخول محمد علي باشا أو دخول السودان للحقبة بتاعت حكم محمد علي باشا، إحنا دخلنا في حقبة الاستعمار الغربي. يعني بعد فترة يعني تجا الإدارة التركية المصرية نفسها جابت ناس هيكس باشا وجابت ناس جوردوم وجابت غيره وبدت اكتشافات منابع نيل، وبدوا يشتغلوا في المشروع يطبخ المعمل الاستعمار الحديث اللي قوم شكل
السودان الحالي هو زهرة الحياة الغريبة. وطبعا المستعمر الجديد حاول يفرض تعليم في مناطق ونشر المسيحية في مناطق معزولة، وحاول يتبنى سياسات الاستعراف في مناطق، ويتبنى سياسة تعريف حتى يعني مثلا الدين اللي كان موجود حتى في الفترة بتاعت السلطنات، سلطنة سنار على سبيل المثال، هو دين شعبي ودين صوفي. الاستعمار ده حاول يدخلنا في الدين المتشدد والفقه، ولأول مرة السودانيين بدوا يكون في اصطدام ما بين الفقيه بتاع السلطة والشيخ أو الفقيه بتاع القرية، اللي هم دينين مختلفين، في دين شعبي صوفي وفي دين تاني بتاع الدولة ماشي. وبعدها في بنيات بدأت تتشكل، بعدها البنيات دي هم بالمقابل التطور المادي للدولة، يعني مثلا مدينة زي مدني هي أو بربر دي المراكز اللي كون الاستعمار في البداية، بعدها ليتر بدأ الاستعمار الثاني اللي هو الجزء الثاني بعد المهدية، ما انت قومتها طلعت المهدية ما استمرت يعني أقل من 10 سنين، جاءت ثاني ردة بتاعت استعمار بتاع 70 أو فوق 70 سنة بلس جاءت. ففي الفترة دي كلها سواء كان الفترة الأولى بتاعت الأتراك قواجات أتراك أجانب أو مصريين أتراك، مصريين نسميهم مصريين أتراك لأن الملك مصريين أتراك تمصروا الأتراك الهناي، مصريين أتراك إنجليز، في الفترتين ديل هم اهتموا بأنه يخلقوا بنيات تحتية لهم هم يعني للدولة، يكون مثلا المستعمرة بتاعتهم يعني يكون في مدن معينة بشكل معين بحياة معينة. عشان كده الناس اللي بيجوا طبعا من السذج السودانيين يجوا يقول لك والله الاستعمار خلق لنا بنية تحتية، خلق لنا جامعات، خلق لنا ما عارف شنو، خلق لنا سكة حديد، خلق لنا مصلحات بسموها كان مصلحة الكده، مصلحة البريد، مصلحة السكة حديد، مصلحة فبيستزاجه وبفتكروا انه ده حاجة كويسة. هو ما عمل البنية التحتية له، وعمل البنية التحتية للمشروع بتاعه، وهو عارف ان البنية التحتية دي ما بنية سستينبل حتنهار بعد ما هو يمشي في فترة. لكن هو عمل حياة اخطر، يعني مثلا بدأ يشتغل على عملية التغيير الديموغرافية، وده افتكر يعني العرب حاولوا يعربوا السودان ويخلقوا زعزعة في الاستعمار الاول، يخلقوا زعزعة في الهوية ونبدأ نتصالح مع انه في مجموعات استعربت ومجموعات حافظت، لكن ما زعزعوا البنية الإثنية للسودان بقدر ما زعزع الاستعمار الثاني اللي هو على المرحلتين. ده حاول يجيب يعني مثلا الإنجليز على سبيل المثال بقوم بيجيبوا نيجيريني يوطنون في السودان، ويجيب السودانيين يوطنون في كينيا وهكذا، وده كان معروف عنهم. فحاولوا يعملوا تغيير ديموغرافي كبير جدا، ويقوموا يعني على إثر ده بدوا يعرفوا أشياء. واحدة من الحياة اللي استهدفوها طبعا إحنا جايينا اللي هي موضوع اللي قال عمر دي بتاعت الجغرافيا مركزية النوبة دي، النازل أصروا إصرار قاطع على تعريف أو عمد الاستعمار الغربي. طبعا الغرب هو العقل المدبر، يعني مصر دي عبارة عن إدارة ساي، لكن العقل المدبر هو الخواجة الإنجليزي البريطاني ومعاهم من الخواجات الثانية. أصروا إصرار قاطع على تعريف نوبيا إنها هي من الشلال الأول للشلال الثالث، والكلام ده ما عملوا ساي، كمان على الكلام ده عملوا بدراسة وبرؤية محددة، دي اللي نحن عم نتكلم عنها ونفضحها ونواجهها، وآن الأوان لمواجهة الآن، لأنه هم يعتقدوا اعتقاد قاطع إنه مصر هي ده كلامهم هم طبعا هي بناها الإنسان الأبيض، وبالتالي تخوم مصر تخوم مصر هي الحتة دي بالتحديد نتيجة للتأثير المصري، لأنه هم ما عندهم مراجع تضبط تأثير ما سموه بمصر دي أو بإيجبت على السودان إلا في المناطق دي بتاعت الاحتلال. وبالتالي هم دار يعملوا إخراج إنه القضية النوبية أصلاً قضية تأثرت بمصر، وكذلك البنية الأثرية والبنية الحضارية نفسها
يعني النوبه اذا بدت كحضاره هي ما اندبندنت، ما بتقدر تجيب براءه. ورغم انهم هم الان بيحاولوا يصححوا كلامهم ده عشان يستهلكوا بيه الوقت عشان يخدروك بيه، لكن السكيلتون اللي اسسوا بيه علم الاثار وعلم التاريخ والانثروبولوجي والعلوم وتعريف والانسايكلوبيديا واي شيء، سكيلتون واحد انه النوبيا كان نوت ستاند باي اتسلف، هي عباره عن الجاردين بتاع مصر، هي عباره عن اشراقات العقل الاسيوي الاوروبي المصري اللي قام عمل في، وانت عملت كوبي لما حدث في مصر. بل اديك كلام انت استشهدت ب اسمه زول ويليام ادمز. ويليام ادمز الكتاب بتاعه مخيف زي ما فضحه لنا البروفيسور موليف اسانتي. قال شوف العنوان بتاع الكتاب، قال نوبيا is a corridor to Africa. يعني انا بتكلم عن الناس المعاصرين اللي حصرناهم احنا، مش اللي ماتوا زمان 1800 ولا 1900، لا هسه احنا حاضرينهم وماتوا قريب لهم سنتين ثلاثه. الكتاب بتاعه زي قال موليف في واحده من محاضراته مشينا انا والاورو، قال انتوا ما فاهمين الزودا قاس الشيء. الزودا قال انه نوبيا هي نفاج كوريدور، يعني نفاج، هي نفاج لافريكا لكن هي ما افريكا. فاذا الحته بتاعت من الشلال الاول للشلال السادس دي ما افريقيا، ده ما انتجوا الاضغاط الاوروبي الاسيوي في افريقيا عشان تكون حضاره الافارقه، لانه العقل الافريقي لا يمكن ان ينتج حضاره. كذلك نمسك يعني امسك اي واحد مثلا، اخر واحد اللي اشتغل في كرمله، و يعني في كتاباتهم كلها يحاولوا يعزلوا النوبيا عن افريقيا، يقول لك في واحد نوبي. بل انه ارجع لكتابات السكولرز بتاعنهم القدام، يمكن استاذ جمعه يتذكر ناس زيلرز، وقبلهم زيلرز مثلا واحد سويسري، وفي في تعريفه للهويه النوبيه قال الاشكال بتاع لما لقى اشكال بتاع النوبيين اللي في الشمال ليه، والنوبه بشكل عام، قال انه النوبه ده عنصر جوجازي ولا خجل منه، قال عنصر جوجازي جخاشي افريقيا واختلط بالافارقه وشكل. فاذا هم في العقل بتاعهم او في الاعتراف ما معترفين اصلا بنوبيا، فبالتالي ما معترفين بمكونات الحضاره النوبيه زي ما انت شايفها يا عمر، وزي ما انت شايفها يا استاذ جمعه، زي ما انت شايفها يا استاذ تانوت، وزي ما الناس حاسه شايفينها، انه اصلا المكونات بتاعت النوبه الجنوبيه والغربيه والسودان كله والرؤيه دي هم ما دارينها. اضف لانه الاستعمار اصلا ما بحاول يبني يعني رؤيه وطنيه، ما بخلي لك زي ما نحن حنيجي ليتر، فانا ما دار اخذ زمن. فناخذ مثلا الاستعمار الاثاري. الاستعمار الاثاري هو عمليه استيلاء الاثار، يعني تمسك الاثار بتاعت الشعب وتاخذه وتجي، وده اللي حصل تماما للحضاره النوبيه. عشان كده انت البازلز، يعني انت لما تيجي تاخد عاوز تربط البازلز مع بعض زي حسي ما عاوزين نعمل، تلقى انه انت اول شيء عشان ما يحصل الحاجه دي ويوم من الايام تقعد الاكسرسايز الوطني ده من البدايه، اول ما دخلت الحملات الاستعماريه لبلاد النوبه ووادي النيل بدوا ينهبوا الاثار نهب عجيب. لا تجد متحف كبير في اوروبا او في نورس امريكا الا ويعج بالاثار النوبيه ونهب منهج، وبعدك هم يبتدوا يدرسوها ويبتدوا يعملوها زي حنشوف بعدين انواع. فالاستعمار الاثاري كان عمليه خطيره جدا، عمليه خطيره. الاساس بتاعها كانت انه هو دار يحرف التاريخ، السرديات الاستعماريه العنصريه زي اللي هسه دي، تهميش ذاته تجاهل التاريخ. انت ظاهر لما تلقى اثارك في العالم كله مشتت، انت ما يكون عندك وعي بالاثار. الاثار ذاتها بالنسبه لك هي زي ما حسب بتعامل معاها اهلنا في الشمال او في اي حته في السودان، هي عباره عن حته تمشي تسرقها عشان تبيع لخواجه عشان تجيب قروش، لكن انت يعني عزلوك الغيمه بتاعتك. ده ما بيحصل في الصين، ده ما بيحصل في اليابان، لكن بيحصل عندك انت، ده انك انت بتبيع هويتك مجرد حفنه، لانه انت بالنسبه لك قيمه الدولار اللي بتاخده العمله بتاعت الخواجه اعلى من قيمه تاريخك واثارك.
ليه؟ لانه انت عقلك تم تشويهه انتاجه في الاستعمار. وطبعا اكيد الناس ديل استفادوا كثير جدا اقتصاديا. يعني هسه جينا احنا من متحف الناس ديل بيعرضوا الاثار النوبيه دي والمعابد دي، الناس ما يعني القروش اللي بتخش وفي اليوم الواحد تدور قروش كثيره، فهو بيكون يعني مستفيد من تاريخك اقتصاديا، مستفيد منه آثاريا، مستفيد منه بكل الهناية، وانت بالمقابل فاقد كل الاشياء دي، وانت مضروب 6-0. سوري يعني انا اتكلم بالبلدي يعني. فالاستعمار الاكاديمي انا افتكر دي مناسبة ذاته، جمعية اللغة النوبية ذاته ما عبارة عن مؤسسة بتحاول تشوف طريقة كوطنية. يا جماعة الدراسات النوبية دي احنا مستعمرين، مستعمرين عادي كده. يعني الليلة الدراسات النوبية هي عبارة عن الدراسات سواء كان لغة أو تاريخ أنثروبولوجي، أي نوع من الدراسات النوبية والعلوم الحديثة تانية، هي عبارة عن دراسات معني بها باحثين معينين. أنت لو شفت الكم الهائل من رسالات الدكتوراه، الماجستير، الأوراق البحثية اللي تم إنتاجها في 250 سنة عن النوبة من شعوب تانية، تستغرب النازل الكلام ده كله ماشي بمنظور معين، بخطة أكاديمية معينة، باتفاق معين. أنت الآن يعني أنا وأنت وغيرنا كأن عبارة عن يعني أصوات كده ما طنانة صعيب، ما بتعمل أي تأثير، لأنه already definition academic definition of Nubian language, Nubian archaeology, Nubian history have been established. والاستابليشمنت دي التأسيسية دي اللي حصلت دي تأسيسية محتاجة لجهود كبيرة جدا، وخاصة أنت في غياب الرؤية الوطنية وغياب الروح الوطنية، وأنت تحول وتغزمت إلى غباليات، أي واحد بصارع براه، أي واحد بيفهم نوبيا على أساس أنها هي قبيلته أو غريته زي في الشمال ومصارعين مع بعض، وهم ما قادرين يفهموا أنه نوبيا دي بتمثل الإطار الوطني كله. بعدناك أنت بالطروق بهيمنوا عليك، أنت ما بيجوز لك الدراسات الأكاديمية ما لم تتناول النوبة حسب وجهة نظرهم، حسب تقديرهم هم الاستعمار، حسب الرؤية بتاعتهم. وده حصل لنا نحن بيرسونالي، ويمكن أستاذ جمعة واحد من الناس الشهود على الحياة دي، يعني حصل لنا بيرسونالي احنا نحاول. بعرف تشويه التاريخ طبعا يعني دس السم في العسل مع الأوراق العلمية، تشوف انه بيتكلم عن الحضارة النوبية لكن هو بيسلك سموم 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 كده يخطها لك في الأوراق دي، وحياة وغنابل مفخخة تقعد لآلاف السنين، تقعد تثبت الحقيقة بتاعت انت عقل تابع وليس عقل اندبندد. وده طبعا تشويه الصورة بتاعتك للحضارة وتاريخها وعراقتها. انت الآن شابتر من الفصول المصرية، تمام؟ ما يتسنى لك انك تمشي كده. بعدك الثقافات المحلية معزولة تماما، يعني هسه نتكلم عن ثقافة الأجن، نتكلم عن تاريخ الأجن والتراث بتاع الأورو. إلى الآن لم تتطور دراسات حقيقية تربط التراث بتاع الأجن وتاريخه ب المعالم الحضارية للمروي القريبة دي أو النوبة بشكل عام. وبالتالي أنت ثقافاتك المحلية هي عبارة عن ثقافات معزولة، تم الاعتراف فقط بس بالهويات واللغات النوبية اللي قاعدة في الشمال. ليه؟ لأنها قاعدة على تخوم مصر، وأغنى للأسف يعني أهل النوبيين في الشمال ليه طبعا أغنعهم منه وتعنصروا على البقية ويقولوا هم النوبيين ويتعنصروا على الشعب السوداني كله. وطبعا بكل غباء في كمية من نحن طبعا ما دارين نوجه بشكل شخصي، لكن في كمية من الشخصيات والمؤسسات والجمعيات، سوري هم ما عندهم مؤسسات والجمعيات وغيره، شغالة بتروج للمشروع الاستعماري العنصري في إقصاء الشعب السوداني من الحضارة النوبية. وانه يقول لك والله يعني احنا البيت النوبي، المعرفة النوبي، الهناية النوبي. حتى اليوم اللي احنا نحتفل به ده
لدى كثير من اهلنا في حلفه وفي سكوت وهناك، وعباره عن حاجه قاصره للمنطقه من دون جوده زي ما انت قلت لاسوان، ولكن ما يشاركهم اي زول ثاني، يعني ما عندهم اي علاقه، لا بتاع الجزيره ده ما عنده علاقه به، خليك من جبال النوبه ولا جنوب السودان، ولا نحن نتكلم عن النوبه زي ما نحن قاعد نتناولها في محاضراتنا بشكل الحقيقي، وده كله جاي من الرؤيه بتاع الاستعمار. وطبعا ديل بيكون وراهم في ناس متبنين الرؤيه دي، الاليتس بتاعنا، اللي شايفين ان الخوايا ده كلامه صحيح. و تم التعامل مع الثقافه النوبيه لان يعني اقل كده شانا. بعدين الموضوع بتاع الاثار طبعا مؤثر كثير على، يعني انت لما تشيل الاثار وتشيل الاثار دي، ما بس يعني المقتنيات الاثريه اللي عندنا فيها يعني الحاجات التانجبل او الماديه، الاثار دي ما فيها مكونات لغويه، النصوص بتاعت مروي، نصوص الكتابات الهيروغليفيه، النصوص دي كلها، يعني احنا الى الان ما عندنا مناهج وطنيه ذاتها عشان تدوس قلت الحاجه. هم خدوا السياسات الاكاديميه دي على اساس انها تعيد تعريف الثقافه النوبيه والهويه النوبيه، بحيث انه اصلا ما تفكر في موضوع استغلاليات الحاجه دي منهم هم وانفكاك منهم. طبعا الرؤيه الاستعماريه زي ما انا لخصتها قبل، ما انا يعني اكرر الكلام، هي عباره عن رؤيه استعماريه انه والله النوبه جزء من مصر، وبالتالي ما اسهمته النوبه هو عباره عن اسقاط الحضاره المصري في السودان او في المنطقه الجنوبيه، وبالتالي الخرائط ذاتها بيتم انتاجها بذكاء بخباثه انها تثبت الحقيقه دي. أنا وأخونا ده تعنود قبل سنة أو سنتين مشينا متحف هنا حاجة اسمها المتحف خاص كده بتاع توت عنخ آمون، عملته حاجة اسمها ناشونال جيوغرافيك. المتحف ده حس حديث، يعني ما تسمع الكلام بيقول لك والله نحن معترفين بإفريقيا والنوبة جزء أصيل، كلام ده قبل سنتين بالضبط، بيعيدوا إخراج توت عنخ آمون والفناء على أساس إنها حاجة مصرية. لما حاولنا نسأل ونستفسر استنكروا علينا استنكار عجيب جدا لما جبنا كلمة النوبة دي، ماذا نسمعوا تيرم النوبيا ده؟ إنه عنده علاقة ذاته بالحاجة دي، ده Egyptian civilization، Egyptian name، Egyptian kings. فدي الرؤية الاستعمارية اللي حقيقة مفروض أن إحنا كأكاديميين أو مفكرين يعني وطنيين نحاول نكسرها عشان نصل للحقيقة الوطنية. أنا ما خطيت كثير في الحتة بتاعت الوطنية، أنا أفتكر ركزت أكثر على تفكيك الاستعمار وما هو الاستعمار وعرفه. بعد ذاك نحن يعني في كلام عام أي زول عارفه، إن أنا حافظ على اللغة، العادات، التقاليد، الوعي، إعادة التاريخ، المغامرة. افتكر اي استعمار محتاج لانه احنا نواجه بخطاب بتاع مغامره الاستغلال. السودان ده للاسف هو خاشي في حقب استعماريه جايه وجايه، والمستعمرين ذاتهم بيتفننوا والاسماء الاستعماريه بتجي، فان احنا ما عندنا حل غير المغامره. محتاجين المغامره دي جزء منها انه يكون في تعزيز دراسات محليه، يكون في اكاديميين، والابحاث دي بتاعت مشروع جمعيه اللغه النوبيه يتطور، ناخده بشكل جد جدي، يكون عندنا المنبر بتاعنا ده منبر متحرك، يكون يعني نحاول نستقطب العقول الحقيقيه المؤمنه بالمشروع ده، نحاول ننقد ونغيم دراساتنا نفسها، ولما نيجي نتناول الدراسات الغربيه ننقدها بشكل موضوعي ومنهجي، عشان ما يكون خطونا ببصمتين ونحن بس جايين نعارض، لا، نسلط الضوء على الايجابيات والسلبيات، نحاول نتعاون مع باحثين. اكيد في وزن الغربي نفسه في ناس عندهم ضمير، في ناس ممكن يفضحوا لنا من داخل المؤسسات دي ذاتها البنيه الاستعماريه الموجوده جواهم والبنيه العنصريه بتاعتهم، نحاول ننشر الوعي وسط المجتمع النوبي، ودي المشكله هنا. يعني هي المشكله هنا، المجتمعات النوبيه دي ذاتها هسه الان هي دي ذاتها واحده من ازمات القضيه النوبيه، وانا بقول الكلام ده في اليوم النوبي العالمي. المجتمعات النوبية غير واعية بالكلام اللي بنقول فيه ده كله، ولا بالصراع ده كله. مجتمعات مغيبة تماما،
تعي من النوبة إنها عبارة عن غرية، الرقصة، كل ما وبتحاول تستعلى على المجتمعات السودانية الثانية، وده كلام غبي جدا وكلام عنصري متخلف وبيضر القضية، ما بوديها قدام. فأعتقد أنا أقف هنا، وأنا آسف جدا للإطالة يا جماعة. أستاذ جمعة، أنت نحن ما سامعينك، زي ميوت. أيوه. سوري فيها، أنا كنت ميوت. أقول شكرا جزيلا أخونا نوبنتوت على المادة الدسمة. وفعلا يعني تحليل ممتاز للمشكلة، برضو عرض يعني برضو ممتاز للمقترحات الحل. نسمع من أخونا تانوت. شكرا وسلام وتحية لكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة اليوم النوبي العالمي، الليلة يوم 7/7/2024. والليلة كنا في زيارة لجدودنا وجداتنا في نيويورك في متحف متروبوليتان، ووقفنا على آثار كثيرة. الهوية، مشكلة الهوية في السودان، كل الناس تناولوا المشكلة بطرق مختلفة. أستاذ عمر وأستاذ جمعة وأستاذ نوبنتور أفاضوا وشرحوا مشكلتنا للهوية. أنا بس حاخد حتة صغيرة، ميكانيزمات الاستلاب أو فقدان الهوية، الميكانيزمات اللي بتتحرك بها عملية استلاب الناس أو استعبادهم. أول مشكلة عندنا في النوبة هو الاسم، اسم السودان. ده خازوق كبير، ده بيفرغ الإنسان من هويته. لما تجي جهة تغير لك اسم البلد من بلاد النوبة لبلاد السودان، الزول اللي غير لك الاسم ده عنده غرض في الشغل دي. بعد شوية بغيروا لك اسمك انت ذاتك البني آدم، يعني مثلا من كورتيجيل وكوتية وجنوندي أدرو، بيبقى الإنسان النوبي بيحمل أسماء يا إما آسيوية يا إما أوروبية. فكده بيكون فقد كل الخصوصيات بتاعته، فقد اسم بلده وفقد اسمه، وبعد شوية بيخشوا في لغته، بيقولوا له انت كلامك ما لغة، اللغة حاجة تانية، انت كلامك رطانة. رطانة يعني زي ما كلكم عارفين لغة الحيوانات. فإذا تم يعني داون جريد الإنسان النوبي بأنه هو ما إنسان، هو حيوان لأنه بيتكلم لغة الحيوانات، يعني بيرطب. والمشكلة دي اقتنعت بها كل المؤسسات السودانية، الدولة السودانية في مؤسساتها كلها، وحتى الأحزاب السياسية اقتنعوا تماما إنهم سودان، إنهم ما نوبة. الحاجات دي كلها مجتمعة فرغت الإنسان النوبي من هويته، من جذوره، وبقى إنسان ما له هوية، ما بيعرف اسمه هو، ما بيعرف اسم بلده،
ومتوجس من لغته بإنها ما لغة، إنها روتانا. الحاجات كلها مجتمعة بتدخل الإنسان في حالة نفسية بيسموها علماء الاجتماع بيسموه كراهية الذات، سلف هيتريج. بالضبط ده اللي عايشين السودان، عملية كراهية الذات، سلف هيتريج. عشان كده السودان حارب جنوب السودان حتى يعني دخلوا فيه الموروث الإسلامي الجهاد، جاهدوا ضد أهل البلد، أهل البلد. الثقافات الجاية من برا تجي تزيل ثقافات أهل البلد وتخوت نفسها. دي دخلتنا في إشكالية كراهية الذات والحروب المستمرة في الجنوب. الجنوب اتحرر وبقت دولة حرة، لكن الحروب مستمرة في الشعوب مع ضد الدولة السودانية، شغالة ضد الشعوب النوبية في دارفور، في جبال النوبة وفي النيل الأزرق، وضد برضو أهلنا البجا. الدولة السودانية بقت مطية للجهة اللي أنتجتها، الثقافة اللي أنتجتها. الثقافة اللي أنتجت كلمة سودان وثقافة السودان هي الثقافة العربية، لكن الثقافة العربية براها ما عملت، قامت بالمسألة دي. هي أنجزت أكثر من نصف المشروع، الباقي جاء أنجزوا الاستعمار، الاستعمار الأوروبي. والاثنين متشابكين متعاضدين في إنه يفرغ الإنسان النوبي من حاجاته، خصوصياته، من ثقافته، من هويته، من كينونته. فبيحصل شنو للإنسان المستلب دي اللي شالوه من ثقافته وبيحاولوا يخطوه خارج ثقافات تانية؟ الإنسان ده بيقوم يكره نفسه ويتقمص سيده، فبيبقى عربي أكثر من العرب، وبيبقى أوروبي أكثر من الأوروبيين. النماذج دي موجودة في السودان، في السودانيين بيمشوا لأوروبا إنه هم أوروبيين، وفي السودانيين بيمشوا لآسيا، اللي غرب آسيا العرب، إنه هم عرب. الحالة النفسية دي، حالة الشعوب المقهورة، ما نحن بس السودانيين دخلنا، دخلت شعوب كثيرة في إفريقيا قبلنا، زي الشعب تنزانيا في زنجبار، دخلت نفس التجربة دي، إنه هم ما أفارقة، إنه هم من فارس، من بلاد فارس، لأنه الغزوات الأولى والاستعباد وعملية تفريغهم من ثقافتهم تمت تحت أجنحة الثقافة الفارسية. بتجي في أنغولا في جنوب غرب إفريقيا مجموعات كبيرة إفريقية بتقول إنها هي برتغالية ما إفريقية، لأنه الغزوات أو الاستعمار الأول كان من البرتغال. دي حالة بتخش فيها كل الشعوب المقهورة، والكلام ده كتب عنه كان عالم الاجتماع الأمازيغي ابن خلدون في المقدمة بتاعته، عنده كلام جميل جدا يعني واضح، بيقول الشعوب المغلوبة مولعة بتقليد الغالب، وده هو حالنا في السودان. وده الزمان لو بتتذكروا أهلنا أيام التركية، الاستعمار التركي في مقولات جاتنا وبنستخدمها ليوم الليلة، الكلام، الحكمة اللي قالوها السودانيين، اللي هو التركي ولا المتورك. نفس الطريقة، العربي ولا المستعرب. المستعرب هو الأسود النوبي الفقد هويته وتقمص العروبة أو تقمص الأوروبية. ده إنسان بيبقى إنسان مدمر عليه كل عناصر ثقافة، جذور الثقافة بتاعته، ثقافة أهله،
بيكون ضد الأسماء، بيكون ضد العقائد والفلسفات والأساطير. كل الشعوب في الدنيا بتنمو بتتقدم من خلال أساطيرها، حتى الشعوب المتقدمة في أمريكا، نحن في أوروبا الثقافات أمريكا ما هي تابعة للثقافات الأوروبية، حاجاتهم كلها قائمة بيزد أون الأساطير الأوروبية. الآسيويين ثقافاتهم قائمة فوق الأساطير الآسيوية. لكن تعال هنا في بلاد النوبة البقى السودان، نحن بنشتم أساطيرنا وبنساويها بالدجل، زي ثقافة الكجور، ثقافة مركزية في ثقافة النوبة، شغل مركزي. نحن الليلة بعد 1960 ولا 1956 بقينا نردد الكلام اللي قالوا لنا المستعمر الاثنين، المستعمر الآسيوي اللي هو العربي والمستعمر الأوروبي. الاثنين ديل متفقين في انه اخراجنا من ثقافتنا، من هويتنا. ليه؟ لانها بتخدم اغراضها، بتقوي اساطيرها، هي الاساطير الاسيويه والاساطير الاوروبيه، وبتضعف بتهون الاساطير الافريقيه. ونحن الاغاني السودانيه المسجله في التلفزيون السوداني منذ الاستقلال وفي الإذاعة أغاني يعني يندى له الجبين، أغاني بتنبذ الإنسان السوداني، بتقعد في العبودية، وبتغني لتاجر الرقيق اللي كان بيقود الرقيق من زرايب درمان لزرايب أمبابا، اللي كانوا بيطوشوا فيه أولادنا، بيقطعوا أعضاءهم الذكرية وبعد ذلك بيبيعوهم في العملية بتاعة البروسيس بتاع قطع الأعضاء الذكرية للأطفال النوبيين السودانيين في مصر، وتسويقهم للمركز العربي في مكة والمدينة وفي بغداد والبصرة ودمشق. العملية دي كل 10 أطفال كانوا بيموتوا 6 منهم وبيعيشوا 4، الأربعة ديل بيبيعوهم بمبالغ كبيرة جدا، اللي هم كانوا بيسموهم الأغوات. والأغوات ديل ماتوا، كانوا قاعدين في مكة بينظفوا الحرم وكده، كانوا موجودين لحد قبل سنين قليلة، يعني قبل 5-6 سنين يمكن آخر واحد فيهم مات، وفيديوهاتهم موجودة في اليوتيوب، ممكن تشوفوا الأغوات أولادنا اللي أخذوهم في العبودية وطوشوهم عشان يخدموا في القصور السلاطين العرب والآسيويين عند الحريم، حريم السلطان، أو يقوموا بالخدمة في المناطق المقدسة زي مكة والمدينة، النظافة والترتيب وكده، أو في الكاثوليك أو في الكنائس أو في كل المؤسسات الدينية الآسيوية والأوروبية، كلها متفقة في العملية دي وبتخدم مصالحها. والدليل الليلة أنتوا نحن بنشوف نحن في السودان قاعدين نكتل بعضنا، مش بإرادتنا، بإرادة أسيادنا هم المدورين لنا، لأنه نحن سودان، نحن ما نوبة. والسودان في شرق إفريقيا هي الحتة العرب كانوا بيشيلوا منها العبيد، والسودان في غرب إفريقيا هي الحتة العرب في شمال إفريقيا كانوا بيشيلوا العبيد، اللي هي دولة مالي. كلمة السودان مش كلمة يعني كويسة أو كلمة يعني مقدسة، ولا هي قمة يعني قمة الإذلال
والتركيع للإنسان الأسود، وبعدين يخط له حبل في رقبته، إنك أنت عبد، إنك أنت عبد من بلاد السود. بلاد السود يعني معناته بلاد العبيد، ما عنده ترجمة غير كده. وبعدين البيجي يغير لك اسمك واسم البلد، هو لازم يكون سيدك، يعني بغير لنا أسمانا واسم البلد هو سيدنا. ونحن يعني خلاص افتكرنا الأمر دي عادي وماشيين فيه، وبنفتكر تقمصنا الثقافات الأوروبية والآسيوية، لكن ما بنقدر نخش في قلب الثقافات دي، ما بنقدر نخش في الكور بتاع الثقافات الآسيوية العربية أو الفارسية أو الثقافات الأوروبية. ليه؟ الثقافة الإفريقية بتتميز بعناصر الما موجودة في الثقافات الآسيوية والأوروبية. العنصر الرئيسي البيضم كل إفريقيا هو الثقافة الأمومية الأنثوية، الماترياركال كالتشر. المرأة هي مركز الأسرة ومركز المجتمع، وهي الإله وهي كل شيء. دي ثقافة إفريقيا، كل إفريقيا من كيمت من مصر شمالا لحد جوهانسبرغ، ومن أسمرة وأديس أبابا ومقديشو لحد السنغال، كل إفريقيا. اعتمادنا على موروث المستعمر وإنه نحن نفتكر إنه ده أمر طبيعي، ده بيسموه الانكسار. والإنسان اللي بيقع في الحتة دي بيسموه العبد المخصي. العبد المخصي هنا مش مقصود به المخصيين القطع منهم أعضاء الجنسية ولا كده، لا، العبد المخصي ذهنيا، mentally castrated، في سجن كبير عقله، لا يقدر يشوف إلا بعيون أسيادي. الآسيويين العرب والفرس بيشوفوا الدنيا بعيونهم، بعيون فارسية، بعيون عربية. الأوروبيين بيشوفوا الدنيا بعيون أوروبية قوقازية. أما نحن في إفريقيا ما قاعدين نعاين للدنيا بعيون إفريقية، قاعدين نعاين للدنيا بعيون أسيادنا في آسيا، العرب والفرس أو أسيادنا في أوروبا. ده هو السوداني، ده هو الإنسان اللي دجنوه وخدتوا له الحبل في رقبته، وهو مبسوط بالحالة، وقاعدين نقتل بعض وحنقتل بعض إلى أن نصل لحتة بتاعت إنه نحن نقيف عندها ونفتش عن ثقافاتنا، عن هويتنا، ونرجع عليها. مش نتغنى بها. مش ممكن الإنسان النوبي يكون عربي الثقافة، عربي التوجه، وداير يبني النوبة أو داير يعمر النوبة، أو يكون أوروبي ويجي يعمر ثقافته النوبية. لا، أنت جدودك النوبيين ما كانوا آسيويين ولا كانوا فرس ولا عرب ولا أتراك، ولا كانوا أوروبيين بريطانيين ولا فرنسيين ولا ألمان، كانوا أفارقة بيجمعهم الثقافة الأمومية الأنثوية، وبيجمعهم العنصر الثاني. العنصر الثاني هو الديانة الصوفية، التصوف. ده الدين الإفريقي. التصوف قام في إفريقيا بدلالة وكتابة قدماء اليونان اللي دخلوا كيمت، كل الفلاسفة والعلماء اليونان اللي دخلوا كيمت مصر
قالوا الكلام لي. لكن حصل تحريف وجرف وتغيير للتاريخ القديم لما الإنسان الأوروبي بدأ يفكر في استعمار إفريقيا والإنسان الأسود ويستعبد. أنا لو استرسلتها أمشي كثير لكن حقيف هنا. وشكرا لكم يا أساتذتي، وإن شاء الله لقدام نكون عندنا متسع من الوقت ونتكلم في مشكلة الهوية في السودان. وشكرا لكم أستاذ جمعة وأستاذ عمر وأستاذ نوبنتوت هنا معي، شكرا لكم. شكرا جزيلا الأخ بانوت على السياحة الجميلة، والله فعلا يعني أنت وضحت نقطة يعني مهمة جدا جدا، أنه الهوية طبعا هي أنك أنت كيف تشوف نفسك وكيف يشوفوك الناس. بعدين الإنسان الزول اللي بيشوفك يعني بيعرف هويتك، دائما بيحاول يعرف هويتك بما يخدم غرضه أغراضه ومساره، فإما يكون خايف منك ويعرف هويتك من المنطلق ده، ولا يكون هو مستصغرك وبرضه يعرف هويتك من الناحية دي. الخطورة في أنه الزول يكون مستهدفك أصلاً، يعني ما راجيك بالخير ويعرف هويتك بحيث أنه يؤثر مصلحته في إطار أنك أنت تقبل يعني مركز الأعلى على وتقبل بالمركز الدنيا اللي تصل لمرحلة الانكسار. وخلينا عندنا الأخطر من كده أنه إحنا المستعمر يعني أيا كان هو يعني مش بس إحنا وصلنا مرحلة الانكسار، إنما خلق لنا إحنا قضايا داخلية، قضايا انصرافية، قضايا مهمة يعني أبدا ما مهمة، إحنا مهين الصارع والمتقاتل حولها. خلق هويات ممكن نقول على هويات يعني صغيرة في داخل الهوية بتاعتنا ذاتها، بأنه جزء التاريخ بتاعنا. عندنا تاريخ مدة طويل وعندنا حقبة تاريخية يعني كل حقبة منها تمتد لآلاف السنوات، حق يعني قام جزء الحقب دي وقام خدت الناس وزع الناس على الحقب دي، أن أنتم مثل الحقبة الفلانية، أنتم مثل الحقبة الفلانية، أنتم مثل الحقبة الفلانية، ولينا نحن الصارع في تاريخ نملكه كلنا، يعني كلنا من حقنا نمتلكه. وده بقى واحد من عناصر الصراع بتاع الهوية في داخل ممكن نسميه الناس الواعين بالهوية الأفريقية، والناس اللي بيحاولوا يخلقوا يعني يمتلكوا هوية من خلال عبر واحدة من الحقب دي. كل الناس بتفتكر ان احنا حقوا هنا الحقبة دي حقتنا احنا، واحنا يعني نحاول نأطر هويتنا على الحقبة دي. وأنا برضو ما أدري أطيب كيف هذا القدر، وشوف الأخوة لو كان يزيل عنده هي يعني هي إضافة. شكرا الأخ عمر، احنا نسمع منك تختم لنا عمر عشان احنا نقفل الدافور ده، شكلك نايس ذات. وشكرا كده، علي صوتك يا عمر احنا سامعينك كله. مداخلة جميلة جدا والله، ومداخلة رائعة، وخلي ابشت الحاجات بشكل واضح. لكن استتباع يعني تقريبا الكلام ماشي في نفس الاتجاه يعني. ونحن الان افتكر انه من اكثر الاوقات تهديدا للهويه النوبيه السوداء يعني اذا شملناها هي الفتره دي يعني. لو ملاحظ الان الحرب الان اللي قاعده تدور في السودان في كثير من الاوقات بتكون حرب على الهويه، يعني حتجد الناس القاعدين يقاتلوا اللي هم الجنجويت بيتكلموا بيقول لك اقتل النوباي، سواء كان هو بيشمل المساله دي لكل الناس، بيشملها للمساليب، بيشملها بيقول لك اقتل النوباي اقتل النوباي، وده بيشمله كل السودانيين يعني. والان الامباي الامباي ايوه لكل السودانيين امباي نعم اللي هو العبيد يعني ايوه
فالناس دي شايفيننا بهذه النظرة لأنه هم اختزلوا مسألة العروبة أصلاً، كان ممكن تكون هي مبنية على اللغة، اختزلوها في العرق يعني. فما أحوجنا نحن إنه نعيد سياقة، على الأقل مش أنا بتكلم عن الهوية، نعيد سياقة كيفية مواجهة المسألة. لأنه الوعي الآن موجود فعليا زي ما ذكر اتفضل نوبنتوت واتفضلت واتفضل أستاذ جمعة، إنه المسألة من المفترض الآن نحن نواجهها مواجهة حقيقية، بيكون عندنا استراتيجيات واضحة جدا، لأنه المرحلة الجاية دي مرحلة جديدة، احنا ماشيين لواقع جديد أيا كان شكله، ولابد إنه نحن كجنوبيين نواجه المسألة دي، ويجب أن نعترف بأخطاء فادحة وقعنا فيها على مستوانا، على مستوى مناطقنا، على مستوى الدولة أن كانت قائمة في السودان. أفتكر إنه محتاجين لوضع استراتيجيات واضحة، نحن عاوزين شنو، عاوزين نمشي وين، إعادة صياغة تعريف كل التفاصيل بتاعتنا، لأنه صراحة تم تشظينا بشكل كبير جدا، بالأخص وأخص بالحديث أهل النوبيين يعني في أقصى شمال السودان. فأتمنى إنه الناس تجتهد في الفترات الجاية والناس تضع حقيقة. عمر أيوة كلامك ده تأكيدا لكلامك، ذكرتني الأستاذنا وشيخنا الكبير العلامة بروفيسور موليفة كيتي أسانتي، المؤسسة المركزية الإفريقية الأفروسنتريسيتي. باي ذا واي الأفروسنتريسيتي المركزية الإفريقية هي المدرسة النوبية، نحن بنسميها المدرسة النوبية، المدرسة السودانية، المدرسة الإفريقية الأفروسنتريسيتي. الناس ديل بناضلوا إنه حضارة وادي النيل حضارة نوبية إفريقية سوداء. مش أخونا النوبنتوت ذكر الدكاترة ديك الكتب بتاعين ومحاجاتهم ديك، طبعا الأمر ده بنطلع عليه يعني بيمشي اللي أهلنا المساكين، لكن هنا ما بيأكل عيش الآراء بتاعتهم ديك، هنا بيفندوه آراء الدكاترة والبروفيسورات بيشرحوه تشريح. فبروفيسور موليفة أسانتي يا أخوي أورو عمر قال نفس كلامك دي، قال عشان نعرف نحن ماشيين وين لازم نعرف نحن جايين من وين. أول حاجة نعرف نحن جايين من وين عشان نقدر نحدد نحن ماشيين وين. الكلام ده مهم جدا. يعني شنو التاريخ؟ دراسة التاريخ أخطر حاجة بيستخدم التاريخ في الأيديولوجيا. الأيديولوجيا الأفارقة ما عندنا أيديولوجيا، إفريقيا ما بتشتغل بالأيديولوجيا، أفريقيا دون أوبريتن إيديولوجي، إفريقيا بتشتغل بحاجة اسمه الإطار، بارادايم، الإطار. فبروفيسور موليفة أسانتي بيقول أخطر حاجة إنك تمسك تاريخك من النص، أنت ما بتمسكه، هو بيمسكوك من النص، أسيادك أو أسيادي بيمسكوني تاريخي من النص، مثلا منذ دخول العرب في السودان أو منذ الثورة المهدية بس، لكن قبل ده بعشرات آلاف السنين فجر الحضارة البشرية، الإنسان الأول الهومو سابينز الخرجوا من إفريقيا قبل 70,000 سنة فقط وعمروا الأرض زي ما قال أستاذنا بروفيسور موليفة أسانتي. فأنا أحييك أخ عمر وأخ أستاذنا الكبير جمعة غلفان، وأنا سعيد إنه أكون في منصتكم معاكم وأتعلم منكم، وشكرا لكم كثير. ويبدو عندك ضيوف يا أورو. نحن بس ممكن إذا الضيوف عندهم مداخلات غير كده نحن نقوم نخلي أستاذ جمعة يقوم يعني يشكر الحضور وكده، إذا في مداخلات شايف عبد السلام و السلام والفضل السارة. أيوة. طيب
لو سمحتوا لي بس انا لانه سايق اخذت لي وقفه صغيره يعني اتابع الجزئيه الاخيره اللي قالها المتحدث القبلي وجزء من كلام عمر. يعني اول الله يحييكم شديد على المبادره بطرح الموضوعات دي، وهي موضوعات في غايه الاهميه. يعني انا ما حضرت الكلام كله وما حضرت العرض بتاع نوفنتود، لكن ان شاء الله عشمان انه نوفنتود يوعدني يرسل لي القصه بتاعت الباوربوينت دي اطلع عليها واتعرف على المحتوى، وان شاء الله ليترون في نقاشات جايه ممكن نقدر نشارك بشكل افضل. لكن تحياتي لكم، دي مناقشه سره وهادفه، وان شاء الله الواحد سعيد انه يكون جزء منها في المستقبل ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لك. التسجيل حينزل عبد السلام، التسجيل حينزل الليله ان شاء الله، حنرسل لكم اللينك. بس قالوا معايا الاطفال في العربيه وسايق في الشارع فشويه ما قدرت الشبكه ما قدرت اسمع. مقدر مقدر ظروفك والله، الله يكرمك. طيب في استاذ جمعه، استاذ جمعه تقومتك في الليل اللي عنده 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 اي لا افتكر الكنداكة ما بكون عنده اي مداخله، لكن هي تواصلت هنا مع مع الاورو. طيب يعني بكل بداية نهاية، وإحنا يعني وصلنا لنهاية المطاف الليلة، وإن شاء الله يعني حتواصل النقاش والبحث عن مخارج لأول حاجة يعني لفهم الأزمة بتاعتنا، لفهم العناصر بتاعت هويتنا، وبرضو يعني لتأسيس المستقبل بناء على هويه سليمه، هويه قويمه، وهويه يعني ممكن تكون منطلق لمشروعنا الحضاري الصلب باذن الله. باذن الله نشكر الاخوه الحضور، الاخ عمر والاخ منتور والاخ تنوب والاخ عبد السلام والاخ ساره، اشكركم كلكم على حرصكم على حضور الندوه، ونعيدكم بأنه الندوة مسجلة وهتنزل إن شاء الله في زنوار داخل المنطوط في الليلة اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات أخرى في مشروعنا الحضاري السر. وشكرا جزيلا. شكرا كثير. شكرا لكم أستاذ ماسكي لوجو. طيب.